الغريبة إن أنت ما عندك أي سوابق. لا بالعكس، بعد عندك شهادة حسن سيرة وسلوك، حتى درجاتك زينة زينة، يعني ما غريب إن أنت مدخل روحك في هالمجال. ما شاء الله، خوش عائلة، وعائلة محترمة، أبوك الكل يشهد إليه، عائلتك الكل يشهد إليهم إنهم خوش ناس. أنت ما ضيعت مستقبل واحد، ضيعت مستقبل أكثر من واحد. ويش؟ كيف النسبة؟ والله الحمد لله تمام، أنت كيف؟ والله زي الزفت، الله يسترون بالروح. أخيراً الواحد يقول عن نفسه أنه تخرج وارتاح. أنا ما أنا مرتاح إلا إذا قبلت الطب. اسمع ده وش يقول، أي طب إلا تعرفه أنت، أنت إذا دخلت حرف الطالع حاله يصير خير. مشي مشي بس مشي. أنا كان طموحي أنا وغانم أن ندخل طب، بس درجاتنا ما ساعدتنا، وعبود كان أهم شيء عنده أنه يدخل جامعة وكمل دراسة. مضت الأيام، عبود انقبل في تخصصه وأنا ما انقبلت في الطب، وانقبلت يا عبود في نفس التخصص. خذوا البشارة يا شباب، قبلت في الجامعة، دام أني مستانس يعني غدا على حسابي اليوم، والتخصص اللي أبغاه، بس الحمد لله انقبلت في جامعة أخوك ولا قد كذي. تستاهل كل خير، أنا بعد انقبلت إياك في نفس التخصص، بس أنا غير الطب ما بدخل، وإذا دخلت طب بسوي لك أعظم من كذي بعد. شغلك عادل سليمان، يعجبني الإنسان المثابر، خلك كذي طموح، أنا أحب الإنسان الطموح. تسلم لي. ها سليمان. هلا هلا غانم. قلت لي تبغى طب أنت؟ إيه. عاد عندك تدخل جامعة أهلية؟ أكيد أهلية حكومية، في الأخير أنا أبغى أدخل طب، بس تعرف حالتي المادية ما يعني ما في شدة إن أدخل أهلية. عفا عليك، بس أنا أجيب لك شغلة، أجيب لك فلوس الأهلية وزيادة بعد، وطلع عليك تدخل تدرس طب ولا عليها فرفش بالفلوس. أوف، وش الشغلة دي؟ لو الشغلة موجودة كان الناس كلها دخلت طب. شوف بكرة أمرك نروح لرجال، هذا الرجال يجيب بضاعة تطلع عليك توصلها وهو يعطيك الفلوس. يعني مندوب توصيل؟ بالضبط، مندوب توصيل. تمام خلاص، أكلمك بكرة. إن شاء الله. يلا حي. طبعاً أنا ما كنت مرتاح من كلامه وياي، بس في النهاية كنت شوي متحمس. كيف ما كنت مرتاح وأنت كملت إياه في الطريق اللي أنت تدري أنه غلط؟ اللي عنده حلم ساعات يكون زي الأعمى، ما يحس ولا يشوف اللي قاعد يسوي. يا سليمان، الحلم ما هو عذر إن أنت تروح في طريق غلط. وش هالتجارة اللي تبدي من بيت مهجور؟ انت التاجر يا الجن. تبدي من بيت مهجور تنتهي في فيلا كبيرة. انت بس اصبر علي شوي. طيب اصبر نشوف. حيا الله الشباب. الله يحييك. هلا والله. هذا الكتكوت اللي قلت لي عنه. هلا؟ ما فهمتك. امزح اياك بس احب الطف اياك. طيب ما علمتوني الحين احنا جايين هنا، وش الشغلة بنشتغلها؟ مقاولات مثلا؟ شوف يا سليمان، غانم يعرف الشغل، وشغلنا خطير، لازم ما تصير فيه ولا غلطة. شغلنا لازم يضل بيننا ما يطلع. انت قصدك يعني بنشتغل في؟ ايوه بالضبط. اصبر الحين اوريك. عشانك جديد لا تقول ما توصينا فيك ولا تهتمينا فيك، الشغل كله لك. هذا اللي بنشتغل فيه يا سليمان، هذا مستقبل، هذا اللي بدخلك طب بخرج. تعال. سليمان وقف وقف،
سليمان وقف 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 سليمان وخر عن وجهي لا ادوسك روح انقل الاتصال وقف سليمان اسمع وش تبغى سويها هالمره الفلوس كلها بتصير لك سليمان ما ابغى زين بتصير الفلوس كلها لك اسمع كلامي بعدين بيهدك الحين ما بيهدك كذي والله العظيم ما بيهدك بعدين بيهدني يعني بعد مرات الجايه كل هذا اللي شفته داخل بيهدك تفكر ما بيهدك سليمان اسمع كلامي وانزل وسويها بس هالمره والفلوس كلها بتصير لك لا تجنني سليمان طف السياره قوم انزل وطبعا انت اقتنعت وصرت تبيع وعدت منك اول صفقه وانبسطت بالفلوس صرت بيع ورا بيع انبسطت بالفلوس ونسيت الحلم يمكن بس كنت ادري ان هذا الشيء غلط واتمنى يجي اليوم اللي اترك فيه هذا الشيء حلم ارفع راسك انا اكلمك هذا الحلم هذا حلم لعلمك حتى لو مرت اول بيعه بسلام ومره الثانيه بيعه بسلام وجيت انت وقررت ان انت تتوب قررت ان انت تترك المجال هذا ما بتفلت من امر العداله العداله بتلحق الى مكانك ومنجيبك من جيبك يا سليمان انت انسان اناني وأناني جداً بعد لأنك يوم جيت تبغى تحقق حلمك ما اهتميت بأحلام الناس ما اهتميت بحياتهم ما اهتميت بصحتهم مهما كان حلمك سواء كان عملي أو علمي أو مادي ما يعطيك العذر أن أنت تقضي على حياة الناس تتعرف يعني وش حلم؟ الحلم عمل الحلم صبر الحلم اجتهاد الحلم مثابرة الحلم شرف يا سليمان الحلم شرف تعرف يعني وش شرف؟ يعني علشان تحقق حلمك لازم تختار إلى الطريق الصحيح اللي تحقق فيه حلمك ما تحقق على حساب حياة الناس وصحتهم أنت للأسف من اخترت هالطريق قضيت على حلمك